في جريمة بشعة على إن الزوج بيتعاطى المخدرات فقتل زوجته علشان الناس تشوف الانعكاسات الخطيرة، تحطيم الأسر يعني، ويسيب طفل صغير، الأب بيضيع والأم بتضيع يعني، الأم بتموت والأب بيدخل السجن، وكل ده بسبب الإدمان والمخدرات. بنسلط الضوء على الحادثة البشعة دي علشان نشوف تأثيراتها، هي مش قضية مخدرات هتصيب الشخص نفسه، لا يعني تصيب محيطه أيضا، تحطم عائلته زي ما حصل في هذه الواقعة. احنا في الفرح بتاعنا، فهو شافها في الفرح يعني، فاهمني؟ فامه جات لامه الله يرحمها، قالت لها يعني بناخدوا البت دي لابن حماده وبتاع، فوافقوا، الدنيا مشيت واتجوز، فاهمني؟ اتحول بعد كده بقى بيضرب بايده، فاهمني؟ بيكسر حاجات في البيت، فاهمني؟ على طول نقعد له في مشاكل. كانت متجوزه وهي عندها يعني 15 سنه او 16 سنه حاجه زي كده، لان هم اتجوزوها جواز اللي هو العرفي ده، وبعد كده وثقوا العقد. كناش نعرف ان هو بيشرب ولا حاجات من دي بيعملها، ولا ايبر ولا حاجات. قعد بقى مده جوازهم 8 سنين يضرب فيها ويعلقها في الباب، يربط ايديها ورجلها بالسلك ويكهربها ويضربها بعصايه الشمسيه على دماغها. دماغها كان مفتوح كام مره، وكان بيعاملها معامله مش كويس. الشفايف دي الواحده قد كده، عينيها طالعه لبره، كدمات في ايديها زرقاء بقى مع حمار، خبطه من اول هنا لغايه تحت. وكانت عيشتها معاها مره، ما شافتش منه يوم راحه، وكان معذبها. كان بيضربها جامد وبايده الاثنين، وراح بايده الاثنين راح جايب عصايه وضربها بيها، وراح طالع راحت هي واقعه في الحمام. ما كانش بيشتري رغيف عيش، هي اللي كانت بتروح تجيبه، سمك تجيب، رز تجيب، كل حاجه تجيب. هو ما كانش بيفالي حله في الشرب وفي الإبر وبرشام وشم وحاجات من دي. أنا بنشد كل أهل الخير إن أنا عايزة محامي يقف جنب أختي. التجربة الشخصية اللي عندي إن أنا أختي، أنا والدي ووالدتي متوفيين، وأنا أختي أنا المسؤول عنها، أنا وأخويا جاية لها عريس، والعريس أيقونته أصلا شكله مش عاجبني، أنا مش موافقة. بنت أخلاقها إحنا عارفينها وكويسة وممتازة وملتزمة، وعمرها ما سمعناها عملت مشكله مع حد. بنت اصيله ومحترمه وفوق الوصف، والله يرحمها. طبعا زي ما انتم شايفين جريمة بشعة بتحطم عائلة، وكل ده بسبب إدمان المخدرات. في قضية